السلام عليكم، أهلا بكم في الجزء السادس من Sample Project لل HVAC. هنتكلم النهاردة عن توزيع بقى الجريلات والسلكشن بتاعها وأنواعها، طريقة الكلام دوت. آخر ما وصلنا ليه في البارت اللي فات إن عندنا 4400 CFM عايزين نوزعهم في المكان ده. طيب، في شوية ورق كده نحب ان احنا نبص عليه الاول عشان نفهم شوية مصطلحات قبل ما نخش على توزيع الجلد. الورق دوت بيشرح من اشري، ده اول نسخة هنشوفها. هنتكلم عن شوية تعريفات و مصطلحات مهمة. اول حاجة، سرعات الهواء عندنا جوه الاماكن اللي فيها اشخاص ما بتزيدش عن 50 فيت بير منت. تمام، لو زادت يبقى انت بتتكلم على تطبيقات صناعية او تطبيقات بشكل معين. المناطق جوه المكان المكيف بتتوزع او بتتاخد على او بتعتبر او بتقسم الى مكانين. المكان الاساسي او المكان اللي موجود فيه الناس اسمه الاوكيوبايد زون، المكان المشغول، والان اوكيوبايد زون اللي هو المكان اللي احنا شايفينه فوق في الرسم. طبعا ده شكل السيلينج وده شكل الهواء اللي خارج. الانوكيبايد زون مفيش مشكلة فيها ان سرعات الهواء تزيد عن 50 فيت بير منت، لان طبعا ده مكان التوزيع الاساسي. لكن المهم عندي ان ساعة لما الهواء ده يجي ينزل الاوكيبايد زون اللي هي المنطقة اللي موجود فيها الاشخاص، ما تكونش السرعة اكبر من ايه، 50 فيت بير منت. طيب الانوكيبايد زون بتتعرف، الاوكيبايد زون قصدي، بتعرف ازاي؟ على مسافة 6 انش من الأرض بتاعة الغرفة في اتجاه فيرتيكال، يعني حوالي 1.80 متر من الأرض، يعني طول الشخص، هو ده كده الأوكيوبايد زون. طيب، وبرضو على مسافة 2 فيت من الحيطة. تمام، برضو ما فيش حد هيبقى ماشي لدرجة إن هو يلزق في الحيطة يعني. فالمسافة اللي بتتساب عن الحيطة دي اللي هي بتبقى 2 فيت أو 60 سنتي. طبعا هنا في مصطلحات اكتر بكتير من اللي انا بتكلم عنها، يعني ورق مفيد جدا، ولكن احنا بنتكلم فقط عن الايه اللي احنا محتاجينه دلوقتي. for more information تقدر ان انت تطلع على الورق ده وتشوف. طيب، عندنا طريقة توزيع الهواء زي ما احنا شايفين اهي. هنا ده سايد ديفيوزر، الخروج بتاع الهواء بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. الرمادي ده، الرمادي الغامق دوت، دي منطقة السرعة العالية. برضو بعد كده السرعة قلت والشكل بيتم زي ما احنا شايفين للهواء. طيب، ده يعني كده بقى الكلام ده واضح جدا، في تغيير لمفاهيم ناس كتير جدا خصوصا الناس المبتدئة، ان توزيع الهواء ما بيتمش بشكل مباشر. يعني حاجة اسمها، مصطلح اسمه انديوشن، كلنا انديوشن كلنا فاهمينه عمليا، ولكن مش فاهمين المصطلح. انديوشن يعني ان انت عايز تزق الهواء السخن بالهواء الساقع، تمام، فتشيل الهواء السخن ده وترميه. فطبعا ده معناه، او اللي احنا كنا فاهمينه، ان انت تقعد بقى ايه، توزع هنا ديفيوزرات كده كتير ديفيوزرات هنا كده كتير بحيث ان الهواء ايه، يخرج بالشكل ده فيزق كله. ولكن هذا الكلام غلط. ليه؟ لان انت هتخش في منطقه الانوكيوبايد زون بسرعات عاليه. طيب، الحل ايه؟ ان انت بتمشي في هتخش اسف في منطقه الاوكيوبايد زون بسرعات عاليه، وده هيعمل لك كومبلين وشكوى من الناس. ولكن الصح ان الهواء بياخد المسار اللي احنا شايفينه قدامنا ده في المنطقه الانوكيوبايد، ويبتدي ان هو مجرد سريان الهواء بالشكل دوت، فبيجبر جزء من الهواء الموجود في الغرفه ان هو يبتدي يخش ويحصل له الانديوشن اللي احنا بنتكلم عليه. ولما يخش هيبتدي ان هو يتسقع بالهواء دوت، وبعد كده يخرج تاني لجوه الغرفه. فهي دي الفكره الاساسيه للسبيس اير ديفيوجن اللي بيستخدمها اشري عندنا. طيب، دلوقتي ده شكل الديفيوزر اهو، هو بيخرج الهواء. تلاقي الهواء بيتخرج ازاي في المنطقه الغير ايه، اللي هي الانوكيوبايد. هتلاقي دايما السرعة، يعني 3 سرعات أساسية بنعرف عندها المسافات. يعني ايه؟ يعني اشوف الهوا هيوصل لسرعة كام واسجل له المسافة بتاعته اللي هي البعد ما بينه وما بين الديفيوزر.
فهم دايما اختاروا 3 سرعات، هو دول اللي احنا بنشتغل عليهم واللي بنعرفهم للديفيوزرز، ال 150 فيت بير مينت وال 100 فيت بير مينت وال 50 فيت بير مينت. ال 50 فيت بير مينت دي ايه؟ اللي هي اقصى حاجه، هي دي اللي انا عايز بقى من هنا اقدر اخش في الاوكيوبايد زون. فدايما في اي كتالوج هتلاقي عندك 3 مسافات او 3 ثرو، 3 حدفات للهواء موجودين في الايه، على حسب الديفيوزر. الثرو الاقل طبعا بيكون لل 150 فيت بير مينت وهكذا وهكذا. برضو ناخد من الرسمه دي تعريف الثرو. الثرو هي المسافه اللي بيقطعها الهواء من الديفيوزر علشان توصل سرعته الكام ل 50 فيت بير مينت. المسافه اللي بيقطعها الهواء من الديفيوزر حتى يصل لسرعه كام، 50 فيت بير مينت. برضو في تعريف تاني مهم نقول عليه اللي هو الدروب. الدروب هو المسافة الفيرتيكال ما بين الديفيوزر والنقطة اللي بيوصل ليها الهواء لسرعة كام، 50 فيت بير مينت، ده اسمه الدروب. ولكن المسافة اللي قدامنا دي اللي هي من الديفيوزر حتى 50 فيت بير مينت أفقيا دي اسمها الثرو. طيب نكمل مع بعض. شكل الديفيوزر قدامنا ريجستر لينير لوفرد او ريكتانجل ديفيوزر وسيركلر. طبعا ده شكل النيك اللي بتتوصل بالدكت او ممر الهواء. شكل برضو لطريقة خروج الهواء من الديفيوزرز. ده ريكتانجل ديفيوزر او السكوير ديفيوزر زي الهواء بيخرج منه، 4 باترن، 4 مسارات، ولكن في السيركلر بيخرج من جميع الايه الاماكن. شكل الايه ديفيوزر والنيك والكلام ده كله. في عندنا تعريف مهم جدا اسمه الكواندا افكت. ما هو الكواندا افكت؟ الكواندا افكت هنشرحه دلوقتي. ان لو انت عندك ديفيوزر راكب كده على السقف الساقط او السقف، تمام، فاللي بيحصل ان الهواء زي ما قلنا بيخرج في الانوكيوبايد زون بالشكل ده، تمام. طيب الهواء دوت من الجهة العليا بيقابله السقف، ومن الجهة السفلى بيقابله ايه، الاير، الهواء. الهواء مقاومته اعلى من السقف، يعني هيحصل احتكاك هنا اكتر. فالاحتكاك ده بيعمل ايه في الهواء دوت؟ بيبطئه ويخلي سرعته تقل اسرع، تمام. يعني ده معناه ان هو هيقلل ايه، الثرو، تمام. طيب في حالة الديفيوزرز لما تكون راكبة على سيلينج زي كده، فبيحصل ان نتيجة ان السقف ده ناعم وان تحت في احتكاك عالي مع الهواء، ان الهواء دوت اللي خارج من الديفيوزر بيلتصق بالسقف، فهو ده اسمه الكواندا افكت. نستنتج من الكلام ده ايه؟ نستنتج من الكلام ده لو انت عندك الدكت راكب على ديفيوزر بالمنظر ده، تمام، وكانت الثرو هنا مثلا ب10 متر او 30 متر مثلا، خلاص الثرو اللي هي ايه، اللي هي وصل السرعة 50 فيت بالمنت. ففي الحالة اللي قدامنا دي هتكون السرعة الثرو اقل ولا اكتر؟ طبعا هتكون اقل، نتيجة ان الهواء مقاوم، الهواء الثابت الاستاجنت بيقاوم الهواء اللي خارج من الديفيوزر من الجهتين من فوق ومن تحت، فده هيسبب ان الثرو هتقل بحوالي نسبة 30%، يعني هتساوي 30 اللي هي الاولانية دي في 0.7. يبقى احنا لو عندنا ديفيوزر راكب على دكت زي كده على طول، بنضرب القيمة اللي موجودة في الكتالوج اللي احنا بنجيبها بتاعت الثرو في 0.7.
طبعا دي شكل المخارج بتاعة الهواء كده، 3 واي كده، 4 واي كده، بيخرج من جميع الاتجاهات كده، 3 اتجاهات كده، اتجاهين بس كده، 1 واي كده، 2 واي مع بعض بس العكس، وهكذا. شايفين شكل مسار توزيع الهواء ازاي؟ في مصطلح اسمه الـ ADBI، ده بيعبر عن الديفيوجن او اللي احنا قلنا عليه، اللي هو ان الهواء الساقع يزق الهواء الساخن. طيب كده البيبر دي خلاص كده خلصت معانا، نخش على البيبر اللي بعدها. ده جدول مهم جدا. طريقة التوزيع بتاعت ال بتاعة الديفيوزر دايما هي ليها كذا حاجة. طبعا أول حاجة اختيار السي اف ام واختيار السرعات والكلام ده كله، بتاعة النك اللي بتكون في حدود من 500 ل 600 سي اف ام أو أقل كمان لو أنت عايز، وحاجة اسمها النويز كريتيريا هنتكلم عنها كمان شوية، ولكن اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي اللي هو ال السرو مقسومة على حاجة اسمها الكاراستاليستيك لينس. ايه الكلام دوت وايه الكاراستاليستيك لينس؟ هو تعريفه واضح اهو، على حسب نوع الديفيوزر اللي انت شغال بيه. تمام. طيب علشان تحقق احسن ديفيوجن هو بيديلك هنا ايه رقم معين كده، بس هنا القيمة اللي هنا دي للماكسيمم، للماكسيمم ديفيوجن. في جدول تاني هنشوفه موجود فيه قيمة معينة هنا، هنعرف معناها ايه دلوقتي. القيمة ديت لما تعملها انت في توزيعك للديفيوزرز تحقق اعلى ايه ديفيوجن. تمام. طيب ايه القيمة اللي احنا بنتكلم عنها دي بقى؟ القيمة دي هي عبارة عن الآتي. الثرو مقسومة على حاجة اسمها الكاركترستيك لينس. ايه الكاركترستيك لينس؟ بيختلف على حسب الديفيوزر، ولكن في معظم الأحوال هو المسافة بين المخرج أو الديفيوزر والجدار، أو المسافة بين الوسطية بين المخارج. تمام. يبقى الكاركترستيك لينز في معظم الأحوال هو المسافة من المخرج للجدار، أو المسافة من المخرج لنص المسافة بينه وبين المخرج اللي بعده. تمام. طيب فهنا بيقول لك ده شكل السايد وول وتوزيع الهواء بتاعها ازاي. تمام. وفي الحالة ديت بتكون التي عند اللي هي ثرو 50. تمام. بتكون 0.25 هنا اللي هي 2.5 متر بير سكند اللي هي 50 فيت بير مينت. تمام. على ال اللي هي الكاركترستيك لينس، فبيكون الكاركترستيك لينس في حالة السايد وول هو الديستانس فروم وول تو بريبنديكولار، ديستانس to wall perpendicular to jet، يعني ايه مسافة للحيطة العمودية على الجيت. تمام. يبقى هتجيب المسافة ما بين المخرج بتاعك والحيطة وتقسم عليها الثرو عند 50 فيت بير مينت اللي انت جبتها من الكاتالوجز، هيطلع لك رقم. الرقم دوت لما يكون 1.8 يبقى انت حققت الماكسيمم ديفيوجن، وهكذا. لو انت عندك سيركلر شوف الديستنس برضو، يا اما الانترسيكتنج جيتس اللي هو التقاطع ما بين الجيتس. تمام. يعني السنتر المسافة بين الديفيوزرز، يا اما المسافة من الديفيوزر لغاية الحيطة. كل الكلام ده اللي هو ايه الكاركترستيك لينس. في برضو بعض الانواع الجريلات اللي هي بتاعة اللي بتوزع من الارض اسمها السيل جريل، فالجريلز دي برضو بيكون الكاركترستيك لينس بتاعها من الارض ارتفاع الأوضة،
وزي ما احنا شايفين الرينج بتاعه عشان يحقق الماكسيمم ديفيوجن قد ايه، شكله ايه. وبعدين في بقى نوع البريفوريتد اللي هو بيكون الديفيوزر نفسه فيه اخرام او حاجة زي كده، تمام. وبرده ده بيكون للحيطة المقابلة، تمام، او المسافة بينه وبين السنتر للايه الجريلا التانية اللي بعديه. طبعا هنا اللوفر سيلينج ديفيوزرز النص التاني من الكلام دوت اللي هو يخصنا جدا. طيب الورقة اللي قدامنا دي كده ايه تعتبر خلصت دورها. نخش على البيبر اللي بعدها. احنا شايفين شكل الهواء ازاي بيتقلب جوه نتيجة مرور التدفقات في الانوكيوبايد زون. نرجو هنا شوية كلام عن الباترن اللي هي باترن بيطلق بيقصد فيها هنا في الاير ديفيوجن توزيع الهواء وخروج الهواء ازاي، زي ما احنا ايه شايفين كده فيرتيكال كده سيركولار هوريزونتال سايد وول وهكذا. زي ما قلنا ده الدروب بتاع الجريلا زي ما احنا شايفينه. شايفين ده الثرو بتاعنا، بعدين البي دروب. هنا في معلومتين مهمين جدا عايزين ايه نسلط بس الضوء عليهم. احنا قلنا واحدة منهم اللي هي بتاعة السبعين او السيفنتي فايف، لما يكون مفيش، لما يكون الدكتور راكب بالمنظر ده والمسافة 2 فيت او 61 سنتي تقريبا. ففي الحالة دي بنضرب القيم بتاعة الثرو اللي بتجيبها من الكاتالوجز في 0.7. طيب في الحالة بقى العادية فلازم نكون فاهمين ان توزيع الجريلات او الثرو اللي محطوطة في الكاتالوجز دي بيزد على حاجة مهمة جدا، ان الهواء كله ايه درجة حرارته ثابتة، اللي خارج من الديفيوزر او اللي داخل الديفيوزر. الكلام دوت موجود فين؟ موجود في الجزئية دي كده، فيما يسمى بالايدل ثيرمال. طب ايه اللي بيحصل نتيجة هذا الموضوع؟ اللي بيحصل نتيجة ان الهواء، هما دارسينه على انه ايدل ثيرمال، ان في الواقع بيكون الهواء اللي خارج من الديفيوزر ساقع شوية. لما بتقل درجة حرارة الهواء فبتقل الكثافة بتاعته، فالهواء بينزل لتحت شوية، فده هيعمل ايه في الثرو؟ بيأثر الثرو شوية. فطالما انت بتختار الديفيوزرز دي لتطبيق في التكييف، فبتضرب اي قيمة موجودة عندك في الكاتالوجز في 0.75. اي قيمة موجودة عندك في الكاتالوجز بتضربها في 0.75 علشان تجيب الثرو الفعلية بتاعتها في حالة ان هي شغالة لهواء ساقع، تمام. هنا بقى نتكلم عن الرينج طبعا عشان ما نحيرش نفسنا. ففي رقم وسطي جدا ممكن نشتغل عليه كلنا دائما هيريحنا خالص، الرقم ده اللي هو الواحد للايه للثرو عند ال 50 فيت بير مينت مقسومة على الكاراستاليستيك لينس. على حسب الديفيوزر بتاعك تقدر تقسم الثرو عند ال 50 فيت بير مينت على الكاراستاليستيك لينس بتاعك، ويطلع الرقم في حدود الواحد لما تكون انت بتوزع الديفيوزرز، تمام. لكن هنا طبعا هو مديك رينج، تمام، ما بين الكذا الكذا على حسب نوع الديفيوزر. فالسيلينج ديفيوزر اللي هو اللوفرد سيلينج ديفيوزر بيكون الرقم من 1 تقريبا ل 3.4 عشان تحقق ديفيوز اي دي بي اي عالي اللي هو الاير ديفيوجن عالي جدا، تمام. نخش هنا على البيبر اللي بعدها. دي السرعات بتاعت الهواء حوالين الديفيوزر، والسبريد اللي هو اتساع الهواء بعد الديفيوزر. وهنا الروم تايبس بقى النويز كريتيريا زي ما قلنا، فبيدي لك ارقام معينة اللي هي بتكون في حدود 30 35 او 40 مثلا في اماكن معينة. هي على حسب التطبيق بيطلع لك رقم عن النويز كريتيريا. النويز كريتيريا والرقم ده هنشوفه في الكتالوج، تمام. وطالما انا مثلا في الليفنج اريا في ريزيدنشال او ابارتمنت، يبقى مش هزيد عن ال 30
نويز كاتريدي. تمام، ابتدي اشوف لو انا وانا بختار ديفيوزر لقيت النويز عليت معايا عن 30، ابتدي انا اغير الديفيوزر ده لمقاس اكبر علشان النويز تقل شويه. تمام، وهكذا. معظم الشغل بتاعنا بيكون على النويز كاتريا 30 او 25، تمام، بصرف النظر عن اي ابلكيشن، الا لو كان طبعا المكان ايه ما هواش احنا محتاج يعني مهتمين قوي بالنويز كاتريا فيه. وده نفس الجدول اللي فات، الرينج بتاع تي 50 على ال كاركترستيك على حسب نوع الديفيوزر زي ما احنا ايه شايفين. زي ما احنا شايفين اهو، لما اتحط عائق امام الهواء اللي ماشي في الانوكيبايد زون بيضطر ان هو ينزل على البيبول اللي تحت في الاوكيبايد زون زي ما احنا شايفين كده. طيب احنا كده البارت بتاعنا السادس خلص، هنكمل في البارت السابع ان شاء الله. نبتدي نوزع الجدولات بقى ونعمل لها السليكشن بتاعها. اشكركم، سلام عليكم.